أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار التي أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس السياس أفريقي في يستقبل في قصر الاتحادية. المؤسسة الوطنية للخلال والمواشي تقدم خدمات زراعية بأسعار معقولة. منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية يحافظ على مركز الصدارة في طواف رواندا. القاهرة وأبو ظبي توقعان أضخم اتفاقية استثمارية في تاريخ مصر. وزير الخارجية الصيني يلتقي دبلوماسيا ألمانيا بارزا. ومناورة أمريكية كوريا الجنوبية تحاكي اعتراض صواريخ كورية شمالية. وفي التفاصيل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس إسياس أفورقي في مراسم شرف رسمية أقيمت في قصر الاتحادية الحكومي، حيث شهد الحفل عزف النشيدين الوطنيين لإريتريا ومصر. حضر الحفل من الجانب الإريتري وزير الخارجية السيد عثمان صالح وسفير إريتريا لدى مصر فاسيل قبرسلاسي، ومن الجانب المصري وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري. بعد ذلك بحث الرئيس سياس والرئيس السيسي تطوير وتعميق العلاقات الثنائية وتعاون الشراكة، بالإضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوبة قضاء على شرف الرئيس سياس أفورقي والوفد المرافق له. وقادر فخامة الرئيس سياس أفورقي إلى جمهورية مصر العربية في 8 من صباح اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقدم المؤسسة الوطنية للخلال والمواشي خدمات زراعية بالآليات بأسعار معقولة في مديرية صنعاء كجزء من الاستعدادات الجارية لموسم الأمطار. وقال السيد سجاي كيداني عضو المؤسسة المسؤول عن العمل على الأنشطة الزراعية التي تم تنفيذها بواسطة 18 جرارا في 13 إدارة ضاحية منذ منتصف فبراير تبلغ 175 نقفة في الساعة. وقال السيد عقباي مبرهة خبير تنمية المحاصيل أن المؤسسة الوطنية للقلال والمواشي تقوم بهذا العمل للمرة الرابعة، وظلت تخطط لزراعة حوالي 1200 هكتار هذا العام. من جانبه أعرب المزارعون عن امتنانهم للدعم المقدم، وأوضح أن الخدمة ستسهل عملية الحرث الجارية بالثيران خلال موسم الزراعة، حيث ستزيل الأراضي الزراعية الجافة. أعلن الاجتماع التقييمي لفرع التعليم في مديرية مندفر الذي جرى في 15 و16 من فبراير بأن قلة المدارس الثانوية في المديرية تستدعي إلى حل عاجل. وأوضحت مسؤولة مدارس المديرية الأستاذة بلالي رأي أن هناك مدرستين ثانويتين فقط في المديرية، وهذا لا يطابق أعداد الطلاب المتزايدة وليس ملائما للعملية التعليمية، مناشدة لنقل مدرسة شاخوت بالسرعات الابتدائية والإعدادية إلى المرحلة الثانوية. وأشارت في تقريرها إلى منافسة شديدة بين الطلاب في المرحلة الابتدائية، وأن 27% من الطلاب يحصلون على علامات أعلى من 90 درجة، منوهة إلى مواصلة ذلك حتى في المرحلة الثانوية بوتيرة متسارعة. وذكر المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد تسفاي تسجاي مدير المدارس بضرورة السعي لجعل مدارسهم ممتازة في مجملها لأنهم حجر الأساس، مؤكدا وقوف إدارة المديرية إلى جانبهم. وقال رئيس وحدة متابعة المدارس الثانوية بالإقليم الجنوب الأستاذ جبر ميكال عقبة جبريل أنه يتم العمل على حل كافة المشاكل والنواقص حسب الأولويات. نفذ الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديريتي أغردت ومغلو برامج لتعزيز القدرات المهنية والوعي لدى الشباب.
بناء على ذلك تم تقديم تدريبات ل 338 طالبا شابا من بينهم 205 طالبة في مناطق أردا وكوفينكو وعدمريك ومغولو في مديرية مغولو حسب ما قال الشاب إبراهيم محمد رئيس الشباب في المديرية. من جانبه حث مدير مديرية مغولو المقدم إيمانويل إياس المجتمع بأكمله والهيئات الحكومية على المشاركة بنشاط في إيقاظ وتنظيم وتسليح الشباب. بالمثل تخرج 289 شابا من تدريب امتد لفترة شهر في العلوم الاجتماعية و 104 شاب من تدريب على الإسعافات الأولية لمدة 3 أشهر في مديرية أغردد. وقال الرئيس المؤقت للشباب في أغليم القاشبرك السيد ماريكوس غرماتيون أن التدريبات التي تم تنظيمها في مديريتي أغردد ومغولو هي جزء من الجهود الاتحاد الجارية لتعزيز التنظيم ووعي الشباب. احتفظ عضو المنتخب الوطني للدراجات الهوائية أخليلو الرفايني بالقميص الشرفي في المرحلة 6 من طواف رواندا باحتلاله المرتبة 16، بينما حافظ منتخبنا الوطني للدراجات على المركز الأول للمرة الثانية في هذه المرحلة. واحتل عضو المنتخب الوطني الأريتري ناهوم زرقاي المركز 19، بينما احتل داوود يماني من فريق بايك إيد المركز 22، وأمان عوت من مركز التدريب الدولي UCI في المركز 21 في سباق المرحلة الذي امتد لمسافة 158 كيلومتر. واحتفظ الدراجة خليلو بقميصي المتسابق الشاب المميز وأفضل متسابق أفريقي الشاب الذي توج به في المراحل 7 من الطواف، بينما حصل داوود يماني على قميص أفضل متسابق أفريقي للمرة الثانية على التوالي. ويحتل منتخب إريتريا المرتبة الأولى في الطواف بزمن 47 ساعة و6 دقائق و6 ثواني، يليه نادي بريم تيك الإسرائيلي. حظي المنتخب الإريتري باهتمام كبير لمنافساته ضد الأندية الأوروبية الكبرى. ويختتم طواف رواندا الذي يعد من أكبر سباقات الدراجات في أفريقيا غدا الأحد بسباق لمسافة 73.3 كيلومتر في العاصمة كيغالي. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وقع وزير الإسكان المصري عاصمة الجزائر ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي في القاهرة صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، ويتعلق الأمر بتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر. وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي أشرف على التوقيع على الاتفاق بأنه أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وأضاف أن الصفقة تخص منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي القربي لمصر، وتضمن دخول مليارات الدولارات إلى مصر خلال شهرين. التقى وانغ يي وزير الخارجية الصيني الألماني يونس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني في بكين. وأشار وانغ أن الجانبين ينبغي أن يظلا ملتزمين بتعزيز التعاون العملي بموقف منفتح وروحا رشيدة قائمة على مبادئ السوق وحل الخلافات بشكل صحيح في سياق التقدم والتنمية المشتركة ورفض الحمائية وتقديم إسهامات إيجابية في الاستقرار والتنمية والازدهار على الصعيد العالمي. جانبه أعرب بلوتنر عن استعداد ألمانيا لتوسيع التعاون مع الصين بشكل أكبر في مختلف المجالات وتقديم مساهمات في معالجة تغير المناخ وتعزيز السلام والتنمية على الصعيد العالمي. قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يقومان بمناورة مشتركة تستخدم فيها طائرات شبح متقدمة لاستهداف صواريخ محتملة من كوريا الشمالية. وأجرت كوريا الشمالية 6 جولات من التجارب الصاروخية في بداية هذا العام استخدمت فيها صواريخ كروز والتي تحلق بارتفاع منخفض لضرب الدفاعات الصاروخية.
واختبرت كوريا الشمالية صواريخ كروز جديدة طويلة المدى يمكن وصولها إلى القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان. ويقول المحللون أن كوريا الشمالية تنوي استخدام صواريخ كروز لضرب حاملات الطائرات الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية في اليابان في حالة نشوب حرب. أطلقت الصين قمرا صناعيا لتجربة تكنولوجيا الاتصالات في الفضاء، وذلك من مركز وون تشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة هاينان الجزرية. وتم إطلاق القمر الصناعي على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 5Y7، حيث دخل القمر الصناعي إلى المدار المخطط له بنجاح. وسيستخدم القمر الصناعي لتجارب تكنولوجيا الاتصالات بنطاقات متعددة وسرعة عالية. وتعتبر هذه المهمة الرقم 509 للصواريخ الحاملة من سلسلة لونج مارش. سيداتي سادتي، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. الرئيس المصري السيسي عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السياسي أفريقي في القاهرة. مؤسسة الوطنية للقلال والمواشي تقدم خدمات زراعية. منتخبنا الوطني يحافظ على المركز الأول في طواف رواندا. القاهرة وأبو ظبي توقعان أضخم اتفاقية استثمارية في تاريخ مصر. وزير الخارجية الصيني يلتقي دبلوماسيا ألمانيا بارزا. مناورات أمريكية كوريا الجنوبية تحاكي اعتراض صواريخ كوريا الشمالية. في أمان الله وحفظه.